سيد نادر من بكين، إذا لماذا المسؤولون الصينيون يتحدثون عن اتفاقية أوكوس ربما تعكس أجواء الحرب الباردة؟ لا، بالنسبة إلى هذه الاتفاقية، هو لأنه بهدف تزويد أستراليا بالغواصات النووية، وهذا الأمر حساس كان على المنطقة، لأن هذا يبدو يخالف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فهذا هو ما تقلقه الصين. نعم، ولكن يا سيد نادر، مسؤولون صينيون قالوا إن هذه الاتفاقية ربما تجر المنطقة والعالم إلى أجواء الحرب الباردة مرة أخرى وإلى سباق للتسلح النووي كذلك. صحيح، لأن هذا من الواضح أن كما نقول أن شعوب المنطقة يتطلع إلى التنمية والتوظيف والتطور، ليس الغواصات والمتفجرات، فهذا القلق يعني معقول، ويعني قلق منطقي.